قطاع الصحة الوزير قائم بدوره فيما يخص الحوار، ونأمل أن الحوار والمصلحة العامة تتغلب عند الكل. من اليقين ما يشرح تقبل الحكومة بهذا الوزير أو بوزير آخر تصحر طبي للجزائر. نكسبترون با ديزرتيفيكاسيون ميديكال. السبيسياليست ولادنا كونتهم الجزائر، الوزير قدم لهم أشياء باش تكون ظروف عملهم في ظروف أحسن، لكن لازمنا الأخصائيين يكونوا في كل تراب الوطني.